الحظ. صباح الطاقة مرة أخرى والأخبار الإيجابية، إن شاء الله يا ربي إنهاركم زين، نعودوا نفكروهم أحسن. اللي نحن حاليا تحت تأثير الشمس من برج العذراء، مولود اليوم، يلا مع بعضنا لازم نقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. هابي بيرثدي قولوا له. هاي فيك، خلي نفرحوا بيك ونقولوا لك كيف ما قلنا عامك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت الحب، وإن شاء الله يا ربي تحقق كل أمنياتك. حاليا زيدا كيف الأبراج النارية تتمتع بالحظ المزيان مع وجود القمر في الأسد، هي راهي أيامات الخير ورزقكم باش يكون بين يديكم، راكم تعيشوا أحلى الأوقات وين تتطور زيدا بعض الأحداث، والبداية مع الحمل تتغير الأحوال، والفيل الزين راهو يرافق خطواتك، كيف وكيف الثور راهي أجواء ممتازة، طاقة كبيرة يا حسن، أخبار إيجابية الفترة هذه راهي كلها اتصالات أخبار حصرية خاصة على المستوى الشخصي، والجوزاء هي فترة بين البنين، يقولوا أحسن اللي شمس العذراء تخلي طاقته مش ولا بد. اي نعم اهو كان احنا شو نقولوا اللي هو الشهر، وان شاء الله يا ربي تتغير الاحوال وتسيطر زيدا على الطاقه السلبيه وتستقبل ايامات الخير. عكس السرطان ايامات ممتازه، لقاءات، فما اخبار جديده، فما اتصالات ناجحه، والصحه الحمد لله راهي بالف خير، وتتحقق احلام برج الاسد راهي تتغير الاحوال وتنجح في اتمام كل المهام. الى عذراء راهو شهر ممتاز على كافه الاصعده، هو الشهر شهرك فيه المفاجآت، المناسبات العائلية، عندك عروض مهنية، عندك الفلوس، فما سعادة، فما الحب والعلاقات العاطفية الناجحة. صحة لي العذراء. الحمد لله. ديما شيخ معاومة ديما مع فاطمة راهو هذاك علاش خلوك ديما تعمل في الأبراج برك. ونصيحة دقيقة، حظ البرج الميزان، حاول تستغل الأيامات هذه، الفرص راهي موجودة، وعلاش لا، راهو فما سفر في القريب العاجل. إلى عقرب راهو الحظ معاك، كنا من أحلى وأحسن ليامات في الأسبوع هذا، زيد الأسبوع الأول من سبتمبر حسب بعض التوقعات الفلكية، عنده بشرة خير والفيل الزينة يرافقوا على صعيد المهني. القوس راهي تتحسن الأحوال، غيمة كحلة ونزلت، واللي غايبة على العين راهو فما لقاء في القريب العاجل كهو عاد، زيل الغش في ألف بركة، وصباح الفرحة البرج الجدي، إن شاء الله نهارك زين فيه الخير، نهاي راهو ممتاز على كيفة الأسعدة، وعلى قريب فما بداية جديدة هي راهي خطوة هامة نحو مستقبل خير برشا من اللي تعدى. ونجيو حاليا للدلو، وقت قلت لي هيثم، قلت لك الدلو نعم على خاطر هو برج الدلو قاعد يستنى من الغادي. عندك يا هيثم مشروع ارتباط، عندك الفرحة تنور حياتك والحب من نصيبكم، ونختموا مع البرج هيثم حسوا باش يهرب كل شيء اخوة ربعة مع بعضهم، عرفتك اللي لي وحدها بيوان جيت فري فري. ونختموا مع الحوت، فترة عاطفية بامتياز تتقرب المسافات، وزيدة الزواج في القريب العاجل. الله الله الله، مصلي على النبي، بارك بارك، إن شاء الله ديما الفيل الزين معاك يا فاطمة.